ماتش مصر الساعة 6؟ على فكرة الماتش الساعة 7. لو انت 7 عايز تعرف ميعاد الماتش اسأل جوجل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبيه الكريم محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه الأطهار الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قد تستغربون لهذه المقدمة التي تنم عن أستاذ في مادة التربية الإسلامية، ولكن هذا لا يضر أبدا في أن نقدم للفلسفة بهذا. اتفقنا؟ لا أدري أشاهدتم الدرس السابق أم لا، شخص الهوية أم شفته ولا لا؟ من شاهده؟ شخص الهوية، واحد، جوج فقط. واخ، سنلخص درس شخص الهوية. ياك درتوه في المدارس دي، في المدارس دي جيد. إذا غادي نحاول نلخصوا الشخص الهوية باش نديروا الشخص بوصفه يقيم، صافي؟ لأن اللايف الماضي كان فيه الشخص والهوية. واخ، كيف كنعرفوا ان ماده الفلسفه فيها شحال من مزوقه؟ اربعه ديال المزوقات. اول مزوقه ها، اول مزوقه الشخص والهويه، مزوقه الوضع البشري، المزوقه الثانيه المعرفه، مزوقه المعرفه، المزوقه الثالثه السياسه، والرابعه الاخلاق. اتفقنا؟ اذا تحدث الفلاسفه عن اربع مزوقات، ياك غرضهم في ذلك ان يستقصوا الفكر البشري وكيفاش الانسان يمكن ان يعمر ويمكن ان يستمر في هذه الارض، صافي؟ فتحدثوا عن الانسان لانه اساس انطلاق الحضاره في الوضع البشري، وتحدثوا عن مزوقه المعرفه لان معرفه الانسان هي التي تشكل كيانه. اتفقنا؟ اذا كانوا مصادر المعرفه عن الانسان خاطئه فانه سيخطئ في كل شيء. اتفقنا؟ ثم تحدثوا ما دام هذا الانسان عنده معارف تختلف مصادرها، اذا بطبيعه الحال هاد الناس سيختلفون. اتفقنا؟ ما دام المصادر ديال المعرفه ديالهم مختلفه اذا الناس سيختلفون. ملي الناس كيختلفوا ينشأ الاختلاف، اختلاف جميع الاشياء. فاحتجنا الى ماذا؟ الى ان ندبر شؤون الجماعه باش بالسياسه. اتفقنا؟ حين تحدثنا عن السياسه احتجنا الى شيء اخر، لانه واخا نبغي نقود الجماعه ونفرض عليهم اشياء وكذا، خاص لابد يكون عندهم هما واحد القدره على استقبال هذاك الشيء اللي انا كنوصيهم به. فتحدثوا عن الاخلاق، صافي؟ وسط كل مزوءه مجموعه من الدروس، والان معنا ان شاء الله مزوءه الوضع البشري. اتفقنا؟ كأحدثكم باختصار عن البكالوريا. البكالوريا كما تعلمون ثلاثه ديال المواضيع اختياريه، تختاروا موضوعا واحدا وتيكون في شي موضوع من المواضيع، غالبا الموضوع يكون في احد المحاور. ما كيتكلمش لك على مزوءه، بطبيعه الحال المحور هو وصل المزوءه، اتفقنا؟ ولكن كل مزوءه فيها مفاهيم. كل مزوءه قلنا اربعه ديال المزوءات. كل مزوءه فيهم جوج ديال المفاهيم بالنسبه للعلميين وثلاثه بالنسبه للادبيين، اتفقنا؟
جوج بالنسبه للعلميين والادبيين كيزيدوا وحده. غالب التلاميذ هنا علميين ياك، اما علميه اما اقتصاديه واخا جيد. وسط كل مفهوم كاين محاور، اتفقنا؟ كاين محاور. المحور الثاني في مفهوم الشخص، لان مزوءه الوضع البشري فيها ثلاثه ديال المفاهيم: الشخص، الغايه، والتاريخ. التاريخ عند الادبيين صافي، التاريخ عند الادبيين. مفهوم الشخص تكلموا عليه من حيث ثلاثه ديال الجهات: الشخص والهويه، ثاني الشخص بوصفه قيمه، وثالث الشخص بين الضروره والاختيار. اهميه هذه المواضيع خطيره بزاف، لانهم تكلموا على الشخص والهويه، قلنا غادي نراجعوه باعتبار ان هذا الشخص المفهوم ديالو شنو هو. عنده مفهوم فلسفي معروف قالو كانط ياك، وذكروه بزاف ديال الفلاسفه لكن منهم كانط. قال الشخص هو تلك الذات الواعيه القادره على تحمل مسؤوليتها الاخلاقيه والقانونيه، اتفقنا؟ ذات واعيه، عندها وعي، قادره على تحمل المسؤوليه، عندها قدره على تحمل المسؤوليه اش الاخلاقيه والقانونيه، مزيان. ولكن الشخص كلفظ جا من بيرسونا، كيف قلنا في المعنى اللاتيني شنو كتعني؟ اش كنا قلنا؟ ماسك، نعم، القناع. القناع الذي يلبسه الممثل المسرحي باش يجي مزيان مع الدور المنسوب اليه، اتفقنا؟ باش يجي مزيان مع الدور المنسوب اليه. أسألكم باختصار، أجاب الشخص اللي هو مفهوم فلسفي هادشي اللي قلنا اللي هو حنا، مع ماسك كيلبسو الممثل، ما العلاقة؟ يلا مش مبقاش ندوي زيد. حيت حنا فاش خاصنا باش ندوي مع الناس خاصنا نلبسو أقنعة مثلا. جيد، أحسنت. لأن الشخص ماشي هو الهوية، الشخص كيتغير حسب الموقف. لأن الهوية تكون ثابتة. الشخص كيلبس أقنعة، مثلا حنايا في الحياة، مثلا كنقولوا بحال دابا حنا تلاميذ، كنقولوا أبناء، يعني كنا كلها. جيد، إذا نعم. الشخص ليس مفهوم مطلق أولا، وثانيا هذا المفهوم ديال القناع كيظهر أولا في اللغة الفرنسية. ويعني ان كل شخص يرتدي قناعا ويكون كالممثل في المسرح وهو يمارس تمثيل الممثل، اي ان كل سيرتدي شخصيته حسب موقعه وظروفه. احسنت، الله يرضي عليك. اذا كيف قلنا هذا المعنى اللاتيني اللي هو ان الشخص كتعني الماسك اللي كيلبسو واحد الممثل على الخشبه، وفي الحقيقه الناس كلهم ممثلون على خشبه الحياه، اتفقنا؟ الخشبة الحياة الآن تصف بدور الأستاذ، وبعد قليل تصف بدور الأجير، وبعد قليل الإبن أو الأخ أو الأب أو، اتفقنا؟ فالإنسان يختلف تماماً، وخا هو ذات واعية قادرة على تحمل مسؤولياتها، اتفقنا؟ لكن ديما كيتبدل، هيئاته كتبدل. هنا فاش كيجي الإشكال الفلسفي، اتفقنا؟ حيت ديما ملي كنحدوا المفهوم الفلسفي كيعطينا مباشرة إشكالات. الاشكال اللي عندنا هنايا شنو هو؟ وان هذا الشخص هذا مادام هو ذات واعيه قادره على تحمل مسؤولياتها، ولكن كتلعب ادوار متعدده كل مره، وكيفاش دايرها الانسان؟ فما هو الشيء الثابت فيه؟ شنو هي الحاجه اللي هي ثابته فيه ما كتبدلش؟ بمعنى اساسه هويته، هذا هو الشخص والهويه، اتفقنا؟ فالاشكال الفلسفي نشا عن هذا المفهوم اللي متناقض، كيقول لك ذات واعيه، واحد شويه تيقول لك لا هذا كيلعب ادوار متعدده، بمعنى الانسان كيبقى يتلون. الحرباء عرفتوها؟ كتبقى مرة صفراء، ولكن شنو هو لونها الاصلي؟ اتفقنا؟ بمعنى حنا شكون هو هذا الانسان، هذا الاصل ديالو، باش نقدر نعرف ان هذا الشخص هو صافي؟ واخا هو كضحك بزاف. المهم، اذا هذا الشخص طرح للفلاسفه مجموعه من الاشكالات، اتفقنا؟ اولها كيف يمكن ان نحدد هويته؟ الناس اختلفوا بين قائل بان اساس هويه الشخص ثابت، وبين قائل بان اساس هويه الشخص متغير. عندنا هنا خمسه ديال الفلاسفه، انا ما غاديش نطول بزاف، لكن حبذا لو ترجعون الى المباشر اللي فات غادي تلقاو فيه التفصيل. عندنا ديكارت، غير ديكارت قال التفكير والعقل، اتفقنا؟
وارجع اساس هويه الانسان او الشخص الى التفكير. اتفقنا؟ قال بلي ان الانسان كل ما فيه ليس منضبطا، حتى حاجه ما فيه كتبقى فيكس. اتفقنا؟ اساس هويتي دابا مثلا نعطيكم مثال باش تبغي تفهم. مثلا كتلقى راسك بعض المرات شي حاجه ما تتحملهاش، اتفقنا؟ واحد البلاد مثلا ما تتحملهاش، او لا شي فعل ما كتحملوش، لكن انت عمرك ما جربتيه، او لا شي شخص مثلا عزيز عليك جا وقال لي هذاك فلان راه ما مزيانش ولا شنو دار ليا وكذا. بمنطق ديكارت بشكل مبسط بسط ما امكن، انا ديكارت كيقول لك بلاص انا ما نكتسب واحد القناعه بان هذا الشخص ما مزيانش بناء على ان هذا قال لي اللي ممكن يكذب وممكن يكون كيدوي بصح، خصني انا نجي ونفكر مزيان ونحط ونعالج الامور ونشك فيها. هو بدا كيشك في كل شيء، شك في كل شيء، الحواس، التجربه الشعوريه القابله لكل شيء يمكن ان يقع فيه الخطا. الحاجه الوحيده اللي ما شكش فيها انا وكيشك، بمعنى راه كيفكر. هو ملي شاف القمر قال دابا انا الا جيت نشوف عينيا شنو كتقول لي القمر قداش؟ قدام القمر الا جيت نشوفه قدام، ما فايتش هذاك القياس. لكن ما الذي اوصلني الى معرفه حجم القمر الحقيقي؟ قال هو الاستدلال المنطقي وكذا، وهذه بناء على ان الجسم كلما بعد كلما صغر، وبقى هو تيستدل بحال، بمعنى ان الشيء الوحيد الذي يضمن اساس هويتي ويجعلني انسانا بحق وشخصا بحق هو التفكير. اتفقنا؟ ندوزو لوحده اخر تاثر بديكارت، ولكن قال العقل ما يمكنش نعطيو هذا الشيء كامل، لان العقل مجرد صفحه بيضاء. هو جورنو كيف قلت لكم انا كنراجع دابا ماشي كنشرح الدرس، لان كنتكلم بشكل سطحي. جون لوك قال بلي العقل مجرد صفحه بيضاء. علاش تكتب عليها التجارب؟ علاش هاد الهضره هادي؟ لانه الا حطينا واحد السيد فقد الذاكره فقد الشعور فقد كل شيء وقلنا ليه جلس، اتفقنا؟ قلنا ليه جلس وفكرني لي شي حاجه، غيقدر يفكر ولا لا؟ ما يقدرش. اعدم ليه الحواس، غلق ليه حاسة السمع، غلق ليه حاسة البصر، الشم، كل شيء، الذوق، اللمس، كل شيء حيدوا ليه، واش يقدر يفكر؟ لا ما يقدرش. اتفقنا؟ علاش؟ لأن العقل بلا اختبارات في الحياة وكذا ما يقدرش يفكر أصلا. لأن العقل قائم على مجموعة ديال الأشياء اللي كيبقى يدير ما بين المقارنة ويذكر مثلا بعض القياسات المنطقية، هذا أكبر من هذا، هذا أصغر من هذا، ولكن خصو يكون بعد هذا باش أنا نقول عقلي يحكم بأن هذا أكبر من هذا. فجون لوك واضح في هذه المسألة، قال باللي التجربة الشعورية أن كل واحد كيجرب هذا أساس هويته، زائد الذاكرة. اتفقنا؟ زائد الذاكرة. علاش؟ لأنه أنا دابا، أنا اللي كندوي معكم دابا، كندوي بهذا الشكل، كندوي بهذا الصوت، كندوي بهكا، اتفقنا؟ الذي يحركني ويجعلني أنا صهيب، ياك؟ شنو هو؟ أولا تجربتي الشعورية، الأشياء اللي حسيت بها، تعاملي مع التلاميذ، كذا كذا كذا، زائد الذاكرة. لانه الا كنت انا فقدت الذاكره واش غادي يكون غنكون انا كندوي بحال هكا؟ ما يمكنش، لان جميع تجاربي ستفقد. اتفقنا؟ فلا بد من ذاكرتي تخزن فيها التجارب. اذا اساس هويه الشخص بالنسبه لي جون لوك شنو هو؟ الذاكره هو الشعور. نعم. كنجيو هادو كلهم قالوا بلي اساس هويه الشخص ثابت، ثابت بمعنى شي حاجه اللي فيا كتبقى، ماشي كل مره كيفاش كنكون. ثابت فيا التفكير، ثابت فيا الشعور والذاكره. كاين الثالث، من هو؟ شكون قلنا بلي؟ نعم، شوبنهاور، ارثور شوبنهاور. هاد السيد هذا قال لك اساس هوية الشخص في الاراده. اتفقنا؟ في الاراده، انك تريد. ما دمت تريد شيئا في هذه الحياه تحس بانك تريد، فهذا هو اساس هوية الشخص. العقل بالنسبه لي هو وظيفه من وظائف الدماغ لا يمكن ان يعلق بها اساس هوية الشخص. والشعور شي حاجه اللي ممكن ان تخطئ، اتفقنا؟ والذاكره ممكن ان تفقد بضربه واحده. دابا مثلا الى واحد السيد مجنون، واحد السيد مثلا كان عنده تجربه شعوريه، عنده ذاكره، لكن ضربناه وفقد الذاكره، هل هذا الانسان يفقد سمه الشخص وكيبقى الشخص او لا تيبقى شخص؟ بالنسبه ليه هو تيبقى شخص. علاش؟ بسبب ارادته، فيما عنده الاراده. واول اراده اراده الحياه. اعطيت المثال في الحصه الماضيه، الى جبنا بالنسبه لديكارت اسد، حطينا واحد الانسان ما كيعرف عمره ما شاف الاسد في غابه، عمره ما شاف غابه وتم جاي ليه اسد،
حسب ديكارت خصو يشك ويبدا يحلل منطقيا واش هذا غادي يعطو ولا ما غيعطو ولا شنو غادي يدير. اتفقنا؟ حسب جون لوك خصو تا يعطو ولا يضربو الاخر عادي يعلق منه. بالنسبه لارتور شوبنهاور الذي يجعلني شخصا بحق هو تلك الاراده التي ستحملني على الهرم. اتفقنا؟ لانني اريد الحياه. سالينا من الناس اللي قالوا بان اساس هوية الشخص ثابت. نمشيو للمتغير. عندنا لاشولي هذا الفيلسوف هذا قال لك باللي اساس هوية الشخص متغير، بمعنى ماشي اساس ثابت، شي حاجه اللي كتبقى تتغير فينا. وقال باللي اساس هوية الشخص هي الطبع، هو الطبع والذاكره. الطبع والذاكره. ملي كندويو على الطبع كندويو على ان الانسان عنده طباع. طباع كل واحد عنده طباع. ما يجعلني انا صهيب وما يجعل هذا حسن وما يجعل كل واحد فيكم هو تلك الطباع التي اكتسبها من خلال اش؟ من خلال واحد التجربه اللي تذكرها. اتفقنا؟ الطبع تكتسبه مثلا، كتلقى من طبع واحد فينا مثلا انه الا كذب عليه شي واحد ما كيبقاش يدوي معاه، كيتقلق ليه، كتقول هذاك طبعه. لا بد من الذاكرة إضافة إلى الطبع. علاش؟ لأنه بلا ذاكرة ما غاديش يكون عندك طبع. علاش؟ حيت أنت هاد الطبع اللي اكتسبتيه غتكون شي واحد كان عزيز عليك بزاف ياك، أو أنت شتي شي واحد عنده شي واحد عزيز عليه بزاف وناض في الآخر خدعو ضحك عليه وكذا، فأنت اكتسبتي واحد الحاجة اللي هي أنني أنا كلما أحسست بأن شخصا قد كذب علي فإنني سأتركه ما غاديش نبقى مصاحب معاه. اتفقنا؟ فهنا هذيك الذاكره التي كانت عندك في ديك التجربه هي اللي خلات الطبع يكون عندك. ولكن واش هذا الطبع، علاش قلنا ان هذا اساس متغير؟ واش الطبع هذا ديما ملازم ليك اولا مره كيجيك؟ بمعنى واش هذا الطبع هذا اللي دوا معاك كتطبقوا عليه وانت ملازم لحياتك كامله اولا فاش كيكذب عليك شي واحد عاد كتخدمو؟ حتى كيكذب عليك عاد كتخدمو. اذا متغير ماشي شي حاجه فيكس فيك، ماشي بحال التفكير. التفكير فيكس فينا واخا شي واحد ما عندوش فيكس تلقى بعض المرات فهمتي مود اوفر. وكاين الشعور ايضا نحس في كل الاحايين وايضا الاراده، لكن هادو قالوا متغير بمعنى الطبع ياتي ويذهب. قد تجد عندك طبعا مثلا فيما يتعلق بالحزن، كتلقى كيحزن كيبقى فيه الحال، واحد كيمشي كتلقى ياكل يبقى ياكل باش يمشي ليه الحزن. وحده أتعمد قول وحده حيت يغلو هذا في الإناث، كتمشي كتنعس باش كتحيد الحزن بالنعاس، كتمشي كتنعس. هذا طبعها راجع لا يمكن أن تكتسبه إلا بذاكرة. فهذه الأشياء متغيرة اتفقنا، لكن لا بد من وجود طباع. ما يميزني عنك هو طباعي المختلفة عنك باعتبار ما عشته وتذكرته. صافي واخ هذا لا شولي. كاين فرويد تكون عرفتوه ديجا في السنوات الماضية. فرويد أي حاجة تيفسرها بعلم النفس ياك، تيقول باللي الأنا والأنا الأعلى والهو هي المنظمات لتحركات الإنسان. اتفقنا؟ ينشأ عن هذا واحد المفهوم قوي بزاف عنده هو اللاشعور. اللاشعور بمعنى أنا راه كنقول راني كنحس بحال هكا تجاه الإنسان، ولكن المحرك الأساسي لهذا الشيء راه هو اللاشعور. بمعنى مثلا لو رأيت أن شخصا يهتم بي المستويات النفس الثلاثة عندي اللي هي الأنا هو ذاك الناظم، ذاك الذي يتعامل مع المجتمع. أنت اللي كتحيد. حتى القرآن ذكر النفس اللوامة والمطمئنة والأمارة بالسوء. اتفقنا؟ بمعنى كل مرة كتلقى راسك في واحد اللاطة اللي كتقول أنا إن شاء الله هذا العام غنتقاتل وغننجح وهادي والباك بإذن الله وكذا باش نبني هادي وهادي وهادي. غتلقى واحد الأنا الأعلى اللي هو باك وموك ولا شي واحد غادي يجي تيقول لك شوف إلا ما درتيش هادي مشيتي فيها. وغادي تلقى له شناهو؟ هو داكشي اللي عندك الداخل ديال وأنا علاش نقرانيت وخليني نلعب ولا خليني نضحك ولا خليني هادي. تفقنا؟ هاد المستويات الثلاثة التحكم فيها قوي بزاف، نيفو طالع كيديروا الأنا. تفقنا؟ لكن اغلب تصرفاتنا عند فرويد ناشئه على واحد التنظيم لا نحس به نحن. اتفقنا؟ لان التفكير بالنسبه ليه ياتي بعد الفعل. في الغالب ان تفكيرنا ياتي قبل بعد الفعل، بل تفكيرنا في الاشياء ياتي بعد تفكيرنا فيها. عرفت بلا نخلط لكم دابا
كابلات ولكن ماشي مشكل. دابا بالنسبه لفرويد انا الا غنفكر بلي انت ما نتلاقاش معاك، هنا كاين واحد لا شعور خلاني ندوي بحالك. ملي انت كدير هكا لابي كنحاول نزل هادشي على حياتكم باش تستافدوا منه حتى اخلاقيا. كدير لابي كتلقى الوالد ديالك ولا الوالده، فاش كتفكر انت انك ما غاتجاوبش؟ الشيء السابق لهذا الفكر ما هو؟ انه مثلا كيطول عليك الهضره ولا غادي يبقى يقول لك علاش درتي وكذا وكذا. الشيء السابق لهذا التجربه كانت عندك معاه انه ديما تيطول عليك وهكذا. هذا الفعل الناتج على هذا الشيء كامل تداخل فيه الانا اللي تيقول لك شوف انا راه بابا عزيز عليا، وتداخل فيه الانا الاعلى اللي هو قيود المجتمع اللي كتقول لك رضا الوالدين، مع انه قيود المجتمع راه ماشي قيود زعما مسلسلين، لا قيود زوينه. بزاف ديال الناس كيسمعوا قيود تيقول لك لا شي حاجه خصني نتحرر منها. القيود لا بد منها في المجتمع البشري، والا حتى الغابه عندها قانون والحيوانات عندها قانون. المهم بالنسبه للهو تيقول لك صافي ما تجاوبش وبقى بحالك، هذاك لا شعور هو الذي تجده هو يتحكم فيه. بالنسبه لفرويد اساس هويتنا هو هذاك لا شعور، اتفقنا؟ لان شعورنا اصلا في الحقيقه مصطنع وماشي حقيقي. وشحال من مره كتلقى راسك علاش كتلقى انا ملي كنتخاصموا ديما عندي حجه انني انا اللي عندي الحق وانت عندك حجه انك انت اللي عندك الحق، اتفقنا؟ لان الفكر من حيث لا تحس يشرعن لك تلك الاشياء التي فعلتها، اتفقنا؟ فهذا بالنسبه لهم اساس هويه الشخص. التركيب او الخلاصه من هذا الشيء كامل ان اساس هويه الشخص لا يمكن اختزاله مثلا في التفكير فقط عند ديكارت، او الشعور فقط عند لوك، او الاراده فقط عند شوبنهاور، اتفقنا؟ لا، وانما هذا واحد المفهوم قوي كيف قال لنا الاخ في البدايه، لا يتحدد بشيء واحد، وانما هو مفهوم تعلق به مجموعه من الاشياء ومفهوم مركب، ويمكن ان نقول ان الشخص يمثل كل هذه الاشياء، اتفقنا؟ واخا ندوزو دابا لدرسنا الذي كان من المفترض اننا نشرحه من البدايه. تبعنا الفلاسفه ملي ناقشوا الشخص والهويه حددوا لي اساس هويته، كل واحد حددها كما يريد. انتقلوا وبداو كيدويو على قيمه هذا الشخص. ملي تندويو على قيمه هذا الشخص هذا كنتكلموا على تداخل مع المفهوم القادم اللي هو مفهوم الغايه، بمعنى قيمه الانسان، قيمه شنو بعد القيمه كاين واحد ديال المفهوم القيمه هي الغايه، ولكن شنو هي القيمه؟ يمكن ان نقول انها ميزه، انها ميزه. ملي كنقولوا ميزه اي شيء يميز هذا الشيء عن باقي الاشياء، اتفقنا؟ ستيلو ما هي قيمته؟ كتابه. الى سال لك المداد سلام عليك، صافي سلام عليك الى مزبله التاريخ ياك. بيكالا قيمتها توصلك، اتفقنا؟ الى كنتي غادي تبقى تبيضالي وتضرب لك في الخوا صافي كتحطها. فقيمه هذه قيمه الاشياء، صافي؟ اذا قيمه الاشياء تبنى على الحاجه والمصلحه. القيمه بالنسبه للانسان شنو هي؟ واش يشيئ فنعامل الناس اذا نفعونا ونتركهم اذا ماشي اضرونا اذا لم ينفعونا، كما كيف كيقول البراغماتيه اش كتقول؟ اللي ما فيه نفع دفع ياك، اللي ما فيه نفع دفع. هل يمكن ان نعتبر هذا كاساس قيمه؟ او يمكن ان نقول ان هذا الانسان له قيمه لانه انسان فقط بلا ما نبقاو ندويو بزاف، لانه انسان عنده قيمه، اتفقنا؟ او يمكن ان نقول ان هذا الانسان قيمته اذا كانت عنده هو انه انسان او انه يفكر او انه واعي، ما هذا باش تنفعنا حنا، لا بد ان ينخرط في المجتمع، اتفقنا؟ اذا انا طرحت لكم دابا الاشكال فاغ باش تخيلوا او تصوروا علاش دور الفلاسفه. القيمه قلنا هي الشيء او الميزه الخاصه بشيء او شخص معين تجعله مرغوبا في اجتماعي. القيمه هي واخا
فهم في الوطني فين كاين فهم زين عرفتي جبت الوطني حسيت بكم اوف الان انت ياك الوطني زيد فيه فشل فعلا في التحليل اها مطلب الفهم مطلب التحليل مطلب الفهم خصنا ندوك المفاهيم كما مفهوم مطلب التحليل خصنا نعرفو دوك المفاهيم ودير العلاقة بيناتهم اها زيد المقدمة اها مفهوم ديال التصحاب بالمجتمع اها كنديرو مفهوم مثلا مفهوم جابهم كنديرو العلاقة بيناتهم واخا جيد المفهوم أول حاجة تحتاجوها فيه هي أولا حصر ديك القولة ولا النص ولا السؤال اللي أنت خدام عليه في الامتحان كنا هاد الشيء راه شرحناه في اللايف اللي فات ياك فرجعوا ليه لكن مثلا بالنسبة لهنا لا تلقى الميزة التي تخص شيئا أو شخصا معين جعله معروفا في الاجتماع في الامتحان الوطني في الغالب لا يصرح لك بالمحور الذي يجب أن تناقش فيه لأنه أكبر مشكلة يقدر يوقع لك في الوطني شنو أن تغرد خارج السعر فريخات هما في الغادي فريخات شكون هما هما ولاد الباك وانت راك مشيتي ليه بمعنى مثلا أن يكون الموضوع حول الشخص بوصف القيمة وانت تمشي وتتكلم مثلا على الأخلاق لأن الفيلسوف اللي كان كيتكلم مثلا في النص غمق شوية في الكلام وضببه ففهمت أنه يتحدث عن الأخلاق مع أنه يتحدث عن القيمة فأنت كتمشي وكتقول المزوءة التي يندرج تحتها كذا هو مزوءة الأخلاق ومشيتي تبقنا فهنا أول حاجة كتحتاج فيها المفهوم هي أنك في نهار الامتحان كتضبط على إيش كندوي تفقنا؟ كتضبط على إيش كندوي حيث إلى حددتي المحور الذي نتحدث عنه بشكل صحيح دخلت إلى باب النقط ديك ساعة خصك تكون ضابط درس تعلم إشكالياته وآراء الفلاسفة فيه وعندك آراء الفلاسفة فيه وعندك أسلوب جيد يمكنك من استخراج مثلا الحجج التي اعتمدوها اتفقنا وتعرف تناقش هذا الشيء كامل سهل يمكن ان يضبط بسرعه لكن اول مرحله قبل ان نتحدث عن كل هذه الاشياء ان تكون ضابطا للمفهوم الفلسفي كي لانك ستحتاجه اذا رايت مثلا نصا لو جيء مثلا بنص في الامتحان الوطني وقيل لك ان ما يميز كل شخص على غيره ويضفي له قبولا عند الناس ورغبة اجتماعية فيه ما يتميز به عن غيره مثلا من درجة تضامنه في مجتمعه القيمة علاش القيمة لانه اعطاك الميزة وقال لك باللي مرغوب فيه اجتماعيا وكذا وكذا لكن الا انت ما كنتش عارف مفهوم القيمة ما غاديش تعرف تحدد ان هذا الشيء راه في القيمة اتفقنا اذا اول حاجة كنحتاجوا فيها المفهوم ما هي تحديد بعدا علاش غدوي في الامتحان اتفقنا فلذلك المفهوم هنا والمفهوم ايضا تستعمله في الفهم مرحله الفهم اللي فيها انك كتجيب ان هذه مزوءه كذا وانه مفهوم كذا وانه كذا اتفقنا وكتجيبه باش تحدد الاشكال وكيتبعك في التحليل لان في التحليل تحدد المفاهيم في البدايه صافي اتفقنا اذا كل هذه الاشياء يتعلق بها المفهوم واخا قلنا الميزة التي تخص شيئا أو شخصا معينا تجعله مرغوبا في اجتماعي الأمر متعلق بهذا المجتمع هل يرغب في الناس لتحقيق مصلحتي أم الناس لأجل الناس نعطيكم مثال طاولات ما تخافش نعطيكم داكشي من داكشي اللي كتعيش دابا واحد باغي يدير طوب علاش باش يطلع مثلا الباج ديالو مثلا معاملته مع الناس وتعامله مع الناس او انت كتبارطاجي يقدر هو يدير انت تبارطاجي ولا ديجي صافي باش ندخلوا كلشي هذا الانسان الذي استعمل شخصا مثلا عنده جوج ديال السنينات مسكين ياك كضحكوا عنده جوج ديال السنينات وكذا وشكله مضحك مثلا ولكن هذاك الانسان كان كيتكلم بصدق ما
مكانش كيتكلم انه بغي يضحك ولا كذا، غرضوني يتحدث ولكن وقع ان شكله هكذا. ياتي بهذا الانسان ويجعله في سياق لاذع لو سئل عنه لما اراد، فاستعمل وجهه الذي بتلك الهيئه كي يجر مصالح هذا الانسان. نفعي بامتياز، والكلام راه طحوب على الفلاسفه اننا يجب ان نستفيد من الاخر بقدر ما نريد. غادي نستعمل تقنا حيت الراسماليه وبزاف ديال الحوايج تمخضت عن هذه الفلسفات. تقنا انني نجي واشتغل في مكان لا افعل شيئا ونجيب مصنع مثلا للنساء، يصيبوا لي التواب ويصيبوا لي كذا وهذه وهذه، نتقاتلوا مساكن ونعطيهم 250 درهم ولا 300 درهم في الاسبوع، وانا اجر الملايين طائله من هذاك العمل الذي لولاهن لولا ذوك العيالات ما كنتش انا كاع غادي نخدم. هذه الراسماليه لما قيت تقف على الهرم وتستفيد من الجميع ولا يستفيدون هم وتستفيد انت. اتفقنا؟ فقضيه ملي كنتكلموا على قضيه قيمه الانسان نتحدث عن مفهوم خطير عنده واحد الاثر كبير في المجتمع ديالنا. واذا اردنا ان نصلحه يجب ان ننظر الى اراء هؤلاء الفلاسفه. اتفقنا؟ وننظر الى ما قالوا والى ما فهموا. واخا. اذا الاشكال المطروح عندنا هنا، اذا كانت القيمه هي ميزة الشخص، اتفقنا؟ وميزة شيء قد يكون تجعله مرغوبا فيه اجتماعيا، فهل الانسان هل قيمة الانسان في ذاته حيت هو انسان، او في مجرد انه وسيلة لتحقيق مبتغى؟ الى عندك شي نفع غادي تنفعني به راه عندك قيمة بالنسبة لي، غنبقى نعيط لك في التليفون ونتسول عليك كل نهار نقول لك كيدير بخير علاش؟ لانه انا عندك، لكن ملي ما غتكونش رابطاني معاك شي حاجه والله لا باقي سولت عليك. هادشي اللي كاين في المجتمع. اتفقنا؟ ولذلك تاتي الفلسفه البشريه هؤلاء يفكروا، وان كان انا راه اقسم بالله العلي العظيم الا لا يمكن ان اتي على درس الا وربطتهم بالفلسفه الاسلاميه، وهذا هذه مشكلتي. فاصبروا معي، اتفقنا؟ لان الفلسفه الاسلاميه فيها منافع لا تحصى ولا تعد في مثل هذه الاشياء، ويمكن ان نعرجعنا من باب الاستفاده. لكن في الجهوي في الوطني تعاملوا بما عملتم به. واخا. ملي كيتطرح لنا هذا المشكل كنقولوا اولا طرحنا اربعه ديال الاسئله. الاول، واش قيمه الانسان في ذاته اولا في كونه وسيله؟ ياك. والسؤال الثالث والرابع هو هل قيمه هذا الانسان تنحصر داخل نفسه، أو أن لها بعد اجتماعي ما يمكنش تحقق هذه القيمة إلا إذا كان هذا البعد اجتماعي، بمعنى بعد تعايشي مع الناس. عندنا ثلاثة ديال الفلاسفة. عندنا كانت، لأنه فيما تذكر القيمة الأخلاق كذا يذكره كانت. صافي؟ عندنا جورج غوسودروف، وعندنا هيجل. اتفقنا؟ هيجل. كاين بزاف ديال الفلاسفة. تجدون فلاسفة كثر، ولكن المهم هو أن تضبط الأقوال والآراء. فهمتوا؟ في الفلسفة ما تهمش إن فيلسوف هذا. تهم أنك تأخذ أشهر فيلسوف عرف بهذه المقالة، ولكن يقدروا يكونوا خمسة بحاله ولا أربعة بحاله. اتفقنا؟ المهم أنت في الوطني أن تعرف المقالة، الكلام. اتفقنا؟ إذا قلت لك بعض الفلاسفة يقولون أبيض، وبعض الفلاسفة يقولون أسود، وبعض الفلاسفة يقولون أحمر. أنا لا يهمني أي فيلسوف قلت لي، ما دمت ستقول لي إن هناك من قال بأبيض وتعقل لي على واحد فيهم، لكن أن تحفظ لي ثمانية فلاسفة في أحمر وأسود فقط، فهنا كتكون عندك مشكل. إما أن يعطوك، فاش كاين فعلا بعدا أقوال الفلاسفة؟ زيد في الوطني؟ حتى في التحليل. اتفقنا؟ لأنه في التحليل حين نريد مثلا نوضح الأطروحة، وحين نريد مثلا أن نفصل في مقالته، غالبا ما أنت حافظ شي حاجة، اتفقنا؟ حافظ شي حاجة، أو لا فاهم شي حاجة التي بها ستدعم كلامك، لأنه ما غاديش تمشي تبدا تكتب نفس الكلام مثلا اللي في النص، اتفقنا؟ وهذا إذا كانت السؤال أو لا كانت قولة، فلا بد أن تبسط في التحليل. البسط في التحليل بماذا يكون؟
بأنك تحفظ ذلك القول الفلسفي وتعلمه. اتفقنا؟ أنت بالاختيار أن تطيل في التحليل من جهة ما حفظت، أو أن تختصر ثم تترك للمناقشة في قضية المؤيد. هذا أيده فلان وتفصل في شنو؟ اتفقنا؟ هذا الشيء إن شاء الله يجي معنا من بعد. لكن أنا هيك كنبغي نعطيكم قيمة آراء الفلاسفة في الوطن. صافي مزيان. عندنا إيمانويل كانت. كانت معروف بفلسفته الأخلاقية. من المنورين الذين جاءوا يدافعون عن أخلاق الناس ويدافعون عن الناس، عن الإنسانية عموما. الشيء الذي يجب أن نفهمه أن الإنسانوية، المذهب الإنساني الذي يقول إن مركزية الإنسان هي الموجودة في الكون ماشي مركزية الله عز وجل، بمعنى أي حاجة غدرني كإنسان غادي نحيدها. فلو أردت مثلاً أن لا أصلي وهذا يضرني فما ماشي مشكلة أنني ما أصلي. الإنسانوية كثيراً ما يبنونها على دعوة كانت للإنسانية وكذا وكذا، مع أن كانت يؤمن بوجود إله، اتفقنا هو كالمسيح، ولكن مهم يؤمن بوجود إله ويؤمن بأن الأخلاق لا يمكن أصلاً أن تطبق إلا بإثبات وجود إله. لا يمكن أن نفكر في شيء اسمه أخلاق إلا بإثبات وجود إله. اتفقنا؟ الفلسفة طويلة ولا أريد أن أطنب فيها وأتحدث عنها طويلا، ولكن هذا يجب أن تتذكره. أن كانت كلامه وفلسفته منساقة بزاف مع الرؤية الإسلامية، ولا تنساق مع مذاهب الإنسانية الحديثة. المهم دوزوتش. كانت يقول قيمة الإنسان في ذاته، قيمة الإنسان في ذاته لا يهم أي اختلاف أبدا بيننا، سواء كنت ذكيا أم غبيا، سواء كنت أسودا أم أبيضا، سواء كنت طويلا أم قصيرا، سواء كنت تكون كيف ما بغيتي ما دمت إنسانا عاقلا، وهذا ما يميزك عن الحيوان. تفقنا؟ ما دمت إنسانا عاقلا فإن قيمتك في ذاتك. يجب أن أعاملك بالحسنى ويجب أن أعاملك باحترام. تفقنا؟ فجعل للإنسان قيمة مطلقة، أي إنسان له قيمة مطلقة ويحترم. صافي؟ هذا ملخص ما ذكر هذا الفيلسوف. بالمناسبة إن شاء الله غادي هادشي اللي كنقول لكم كامل، لا تعبأوا لقضية الكلام زعما الكتابة والملخص وكذا، لأنه غنصيفط لكم كل شيء إن شاء الله PDF. اتفقنا؟ تنحاولوا نحددوا مجموعة وكذا اللي غنتواصلوا فيها باش نصيفط لكم إن شاء الله الملخصات مضبوطة إن شاء الله. صافي؟ وعموما كنت أصلا غادي نجيب معايا بس باش نديروا سلايد نشرحوا في باوربوينت. الحصص القادمة إن شاء الله غادي يكون باوربوينت حتى يكون ذلك أسهل. واخا مزيان. نعم. باقي ما عرفتش التفاصيل، لكن ان شاء الله غادي نشوف مع استاذنا محمد منعم اجل ان شاء الله ونشوف الامور كيفاش غادي تكون. اتفقنا؟ اليوم نديروا شي لا ان شاء الله لا ماشي مشكل. اذا كان طريقه التواصل معكم ان شاء الله نصيفط لكم لا الشخص الهويه لا هذا الشخص بوصف يقين. اتفقنا؟ لا اشكال عندي ابدا. واخا جيد. إذن قلنا كانت اعتبر قيمة الإنسان في ذاته، صافي؟ ليس مجرد وسيلة، لا يكتسب قيمته بكونه وسيلة. اتفقنا؟ إذا كان هذا الصديق الجميل ياك يعينني على الأمور التقنية هنا وذا، صافي؟ يكتسب قيمته عندي هل لأنه يساعدني في هذا؟ وإذا مثلا تعذر عليه وقال لي يسمح لي راه مثلا تعبت أو كذا وكذا، فهل سأقول له سير الله يعاونك ما تبقاش تهضر معايا كما يفعل كثير من الناس، ياك؟ أو أنه يبقى صديقا وإنسانا أحبه وكذا. اتفقنا؟ فهنا شوف راه غيبان لك هذا الشيء في المجتمع راه كاين. وإذا قلت لا يمكن أن يطبق على هذا المجتمع، لأن كانت بماذا تحدث عنه؟ بأنه تحدث عن المثالية، وأن هذه الأشياء التي يتحدث عنها لا يمكن تحقيقها، وهذا في الحقيقة خطأ.
وهذه دعوة من يقول إن الآن لا يمكن أن نطبق الإسلام لأنه مثال أكثر من القياس. فين تلقى أنت الناس زوينين بحالك؟ أنت اللي كدوي معايا طبق بعدا يبدا أنت. طبق بعدا أنت وهذوك اللي معاك غيبداو يطبقوها وصافي. نعم ستتعرض للألم لأن العقلاء اتفقوا على أن النهاية المشرقة لا تأتي إلا بعد بداية محرقة. أما أنك تقول لي صافي لا غادي يكون دابا غنجي أنا وغنقول لكم الدرس هذا صافي كاع اللي كيشوفوا في اللايفات كذا كلشي غيولي زوين ويعامل الناس على أنهم على أن قيمتهم في ذاتهم لا ما يمكنش. ولكن المحاولة والاعتراف بأن هذا هو الذي يجب أن يكون وأننا على خطأ. اتفقنا؟ جيد. إذا كانت بين أن قيمة الإنسان في ذاته وأن قيمته مطلقة وأن هذا يوجب احترامه وتقديره. صافي؟ بغض النظر عن اندراجه في الجماعة بمعنى لكن واحد الإنسان جالس في داره ما كيدير والو ما كيدير مهنة ما كيتلاقى مع الناس ما والو هذا إنسان عنده قيمة. صافي. ندوزو للفيلسوف الثاني اللي هو من قلنا؟ لا قبل هيك جورج غوسودو اتفقنا؟ اللي تبع اللايف اللي فات غادي يلقى دويت على هذيك لاكروني ياك شنو لاكروني؟ هذه طريقه كيحفظوا بها في لافاريسيون كيحفظوا بها كيحفظوا بها الناس في كليه الطب وانا حتى انا شحال هذيك كنستعملها الحمد لله في الحفظ كتشد كل الحرف الاول بالشكل ديالو من كل اسم فيلسوف في الدرس. مثلا الشخص والهويه ما غاديش تبقى تقول انا حفظت درس الشخص والهويه غادي تقول انا حفظت درس الشخص والهويه دي جو الاف. دابا انا كنعقل عليهم بحال هكا ديكارت جون لوك ارتو شوبنهاور لا شولي فرويد كيولي انت في عقلك الدرس شنو سميتو الشخص والهويه دي جو الاف. اتفقنا؟ بحال هكا كدير. اش قلنا هادو الثلاثه هادو شنو ساهلين هادو كانت زيد ها صافي كاجوهي صافي الهنديه اسمي اتفقنا؟ كاجوهي صافي كتعقل عليها انت غادي تكتبها غادي تبقى ديما الشخص بوصف قيمه كاجوهي صافي بمعنى كتولي انت تضبط حيت من المشاكل اللي يقدروا يوقعوا لك يوم الامتحان مع تكون تتقفقف شي شويه ياك انك كتدخل كيتخلطوا لك السميات مع الدروس مع فهمتي وكتولي في مشكل كتولي انت العباره صحيحه داكشي اللي كتقول صحيح وناسب الفيلسوف خاطئ. والحمد لله أساتذة الفلسفة يحبون الفلسفة بحيث لا يقبلون الخطأ في هذا. اتفقنا؟ إذا الله يرضي عليكم حاولوا تضبطوا الأسماء صافي؟ واخا جيد. هذا السيد هذا اللي هو جورج غوسفو أو غوسفو اش كيقول لنا؟ غوسودورف اش كيقول لنا؟ تيقول لنا بلي أن قيمة الإنسان يرفض هو أن تكون في كونه ذات عاقلة واعية بوحدة. بماذا نفعتني أنا؟ إذا كنت أنت ذات عاقلة واعية جالس في الدار لم تنخرط في الجماعة من الذي سيبين لنا أنك أنت إنسان تستحق قيمة؟ لأن القيمة في حقيقتها ميزة. أنت إذا لم تنخرط في الجماعة فكيف سنعلم هذه الميزة؟ أنت تقول لي ذات عاقلة واعية كيف سأعلم وعيك إذا لم تنخرط وسط الجماعة؟ اتفقنا؟ فلذلك هذا الفيلسوف يقول إن قيمة الإنسان لا يمكن أبدا أن تكتسب إلا إذا انخرط وسط الجماعة حتى ندخل وسط الناس ونتعامل معهم كذا أنا ذاك أكتسب قيمتي. اتفقنا؟ الإحساس بالقيمة لأن الفلاسفة في الحقيقة خلطوا ما غاديش نتهم الفلاسفة وإنما الذين قرأوا كتب الفلاسفة واستدروا أقوالهم خلطوا بين الإحساس بالقيمة من جهة ذلك الشخص ما يجب أن أحس به أنا وما يجب أن يحس به غيري. اتفقنا؟ بمعنى واش القيمة اللي كندوي عليها دابا واش القيمة باعتبار أنا اللي كنحس واش خصني نخالط وسط الجماعة ولا نبقى بوحدي ولا نكون ذات كذا أولى الناس بماذا سيحكمون علي؟ اتفقنا؟ والغالب أنهم في هذا السياق يتحدثون بالناس كيف سيحكمون على هذا؟ صافي؟ واخا جيد. لأن النظرية الإسلامية والفلسفة الإسلامية فصلت في هذا وبينت هذا نعم.
إذا قلنا إن هذا الفيلسوف اعتبر أن انخراط الإنسان في الجماعة هو الذي يجعل له قيمة، اتفقنا؟ أما إذا لم تتضامن ولم تتعايش فما فأين فكيف ستقنعنا بأن لك قيمة خاصة؟ اتفقنا؟ ولذلك هذا المفهوم لا بد أن تستوعبه جيدا. جيد، سلينا مع هذا الأخ تقطع؟ لا أكمل. أكمل؟ السلام عليكم إخوان، أسأل الله عز وجل أن تكونوا على خير. مساك خلينا ومير الصباح ما يشوفوا فينا من تحت. صافي رجع الله؟ نعم جاي. واش رجع ولا؟ لا باقي رجع. إذا قلنا أن هذا الفيلسوف رأى بأن قيمتك لا يمكن أن تعطاك إلا إذا انخرطت وسط الجماعة بمفهوم التعايش والتضامن. صافي؟ خلاف هذا لا تحدثني عن قيمة. يأتينا فيلسوف آخر، فيلسوف ألماني بامتياز، والفلاسفة الألمان كهيج الذي سنتحدث عنه هم فلاسفة دائما ما اتصفوا بذلك العرق الذي يحب الالتزام في القانون. الآن كثير من الناس يضربون المثال بالألمان على أنهم أناس أولو ضبط لما يفعلون وأنهم يلتزمون بالمسائل وكذا وكذا وكذا. هذا في الحقيقة ناشئ عن تنظيراتهم التي تهم أن الالتزام بالقانون والانخراط في أداء واجبات المجتمع هو الذي يكسبك قيمة. إذا ما كنتي نافعنا في والو لا تنخرط في المجتمع أنت لست إنسانا أصلا. ولذلك تجدون عندهم مثلا كما تعلمون هتلر من اللي تولى وانتخب وربح حزبه، ياك ربح حزبه أول شيء بدأ فيه وتصفية العرق. تصفية العرق اتفقنا؟ حتى يبقى الألمان عرق سامي خالص. هذه أصلا فكريا بني على فلسفات، اتفقنا؟ على فلسفات أثرت عليه. ولكن الذي يجب أن تفهمه أن هذه الفلسفات لها أثر كبيرة على المجتمع. الألمان الآن أناس يغلب عليهم، مش كلهم ولكن يغلب عليهم الانضباط في مسائل الشغل وأداء الحقوق وواجبات وكذا. هذا على المستوى المادي، لا تحدث على المستوى الروحي. قضية أداء الواجب كانت عند الألمان متأسسة بشكل كبير بزاف. ولذلك ستجد أن هيجل يقول لك قيمة الشخص ترتبط أساسا بمدى انخراطه في أداء واجباته تجاه مجتمعه ومدى التزامه بقوانين الدولة التي ينتمي إليها. خلاف هذا لا قيمة. كن مفكرا عاقلا واعيا اللي بغيت تكون، لكن إذا خلفت قانونا الجماعة فلست ذا قيمة. اتفقنا؟ إذا نلخص ما ذكرنا بالنسبة لكانت. ماذا قال كانت؟ نعم، أن الإنسان بالذات يكون ما يكونش مخالط في المجتمع فهو قيمة. نعم جيد، له قيمة مطلقة لأنه إنسان. اتفقنا؟ لأنه إنسان له قيمة مطلقة، لا يهم الاختلاف عرقي ولا 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 ولا. نعم، ماذا قال الآخر جورج؟ نعم، قيمة الإنسان تكون في انخراطه في الجماعة. انخراطه في الجماعة، جيد. أها هيجل، وخما الفرق بين فلسفة هيجل، نظرة هيجل للقيمة ونظرة جورج كوسلو؟ ما الفرق بينهم؟ وما يتشابهان في شيء ولكن بينهما فرق جوهري. نعم أستاذ، الفيلسوف جورج أستاذ الأهمية للقيمة تكمن في مدى تعايشه مع الجماعة سواء تبع القانون أو واجباته، المهم أن يتعايش في الجماعة. جيد. هيجل أستاذ هل أتعايش مع جماعتي أم لا؟ المهم أن تتبع القانون وتقوم بواجبك. أحسنت، الله يرضي عليك. بمعنى أنا بالنسبة لكانت عندي قيمة وصافي،
نعم. نقدر نقولوا بلي ان جورج كيعتبر ان الاساس هو ليزانتيراكسيون سوسيال. اها. وهيك كيعتبر الكونتريبيسيون سوسيال. صحيح. اتفقنا. اذا هذا يعتمد على انني خصني نكون وسط المجتمع لتعايش لتعاون، اتفقنا، انخراط مع هذا المجتمع هذا اللي كنشوف، كاننا نقول على مستوى افقي مع الناس، هاد الناس افقي. وهيجل كيتكلم على الشكل العمودي للطاعه بمعنى الاوامر، الاوامر التي تاتي من فوق، الواجبات، القانون، كذا، هذا يجب ان تلتزم به، اتفقنا. اذا انا بالنسبه لكانت عندي قيمه صافي سرينا الله. بالنسبه لجورج انا الى جيت دابا وتعاونت معاك وكذا وهذه وهذه، بغض النظر على التزامي مثلا ب مثلا ما قراته الدوله في الفلسفه، بغض النظر عن هذا انا شخص ذو قيمه كبيره لانني اتعاون معك وتحسون بها. بالنسبه لهيجل انا خصني نجي هنايا، ما شغليش في كيفاش غتوصلكم القضيه وكذا وهذه، ولكن اؤدي دوري، اذكر ما قالوا، انزل ما فعلوا، وانتهي. هنا اكتسب قيمتي. كل شخص يجب ان يؤدي دوره بحسب قيمته. عند هيجل الشرطي لا يمكن ان يكون شرطيا الا في وقت شرطيته. بمعنى اذا كنت اتحدث معه في السوق اقول له كي داير السي فلان لاباس عليك كلشي مزيان ناشط اش كتعاود، فلا يمكن ان اعامله على انه فوق كذا كذا الا اذا كان في وظيفته يفعلها. فقيمته لا يمكن ان استصحبها في حياتي كلها ونقول له عندك دوي مع هذاك راه كيدير هذه ولا كيدير، ولا يمكن ان نتحدث عن مثلا عن شخص بيده مثلا. دابا مشكلتنا حنا ماذا تجد؟ تجد ان شخصا مثلا في المقاطعه هو الذي يعطيك ورقه كذا وكذا، فانت حين تلتقي معه اكيد راه السيف لاباس ياك ما تسخروا ليك، لماذا تفعل هذا؟ لانه هو حين يطبق هذا تجد انه سيفعل معك ما هو واجب عليه. فهيك كيقول لك هذا الشيء هذا كلام عادي ما دير به، انت غادي تجي ولن تكتسب قيمتك الا اذا اديت واجبك، لا باسمك ولا بمنصبك ولا بشهادتك ولا ولا ولا، وانما بالدور الذي تقوم به. اتفقنا مزيان، فهمتوا هذا؟ واجي دابا نشوفوا النظره الاسلاميه للامور وبها نختموا ان شاء الله بعد التركيب. الاسلام تحدث عن قيمه الانسان كقيمه جوهريه على ثلاث مستويات. المستوى الاول كل انسان مكرم، كافرا او مؤمنا، كافرا او مؤمنا، لان الله عز وجل قال ولقد كرمنا بني ادم، ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر. بنو ادم يصدق على المؤمن والكافر. نعم. يا الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. مزيان، احنا غنجيو لهذيك المستوى الثالث. بمعنى انك بمجرد انك مخلوق لله، ان الله عز وجل خلقك، فان لك قيمه. ولذلك هناك قيمه للحيوان. لا يمكن ان نقول ان البشره من حيث المستوى الثاني القيمي غيولي احسن من الحيوان، لكن المستوى الاول كل شيء بحال هذا، لانه كما تعلمون امراه دخلت النار في هره حبستها، شدت واحد الهره وخشاتها وما خلاتهاش تاكل وبقات معذبه حتى ماتت مسكينه هذيك القطه، ماتت هذيك القطه، الله عز وجل عذب هذيك المراه. علاش؟ لانها حبستها وعذبتها. فهنا رجعنا الى المستوى الاول في القيمه، فيجب ان تقدر كل شيء، الجماد، الحيوان، كل حاجه، وهذا الشيء هو اللي عند البوذيه احترام الوجود. صافي؟ انا ما بغيتش ندوخكم دابا، ولكن غير باش تفهموا الامور كيفاش دايره في الفلسفه الاسلاميه. المستوى الثاني الذي يتميز به البشر ويصيرون افضل من كل المخلوقات هو السبب الذي اسجد لاجله الله عز وجل ادم الملائكه. قال لهم سجدوا لادم، علاش؟ وعلم ادم الاسماء كلها.
فلما كان آدم عليه السلام معلما له القدرات على التعلم كانت له قيمة عظيمة، وهي التي يقصد كانت بذات واعية. فإن ربنا سبحانه وتعالى حين قال لك أن هذا الإنسان عنده قيمة، فالمجنون يدخل والمريض يدخل والفكومة يدخل، لأنه إنسان ولأنه مخلوق لله، الشيء الذي قد يقال إن كانت أغفله. والعقل وقضية التفكير وقضية أنه يتعلم، شوف يتعلم، عالم، إنسان عالم وقادر على التعلم، هذه مهمة بزاف. الإنسان قيمته في الإسلام المستوى الثاني نتحدث، لا يكتسبها من مجرد كونه يعلم، وإنما من كونه قادر على التعلم. بمعنى أنا ليس يهمني إنسان قد حصل من المعلومات الشيء الكثير في ميزان التفاضل مع إنسان لم يحصل الشيء الكثير. أنا كنتكلم على القيمة، ما كنتكلمش على أن هذا بطبيعة الحال غادي نحطه في واحد المكانة تليق بعلمي، وهذا نحطه في واحد المكانة تليق بعلمي، لكن كنتكلم على قيمته كإنسان. قيمته كإنسان هذا قيمته بحال هذا، علاش؟ لأنه قادر على التعلم، قادر أنه يوصل هذاك ويفوته، فلذلك احترمه، ولذلك حنا المغاربة باش كنقولوا تحقر العود اعمل صافي. فلذلك الإنسان يكتسب قيمته من جهة كونه قادرا على التعلم. المستوى القيمي الثالث، وهو الذي نتحدث فيه عن المسلم والكافر والعاصي والمحسن الذي يفعل الحسنات والذي يفعل السيئات، وهو الذي قال فيه ربنا سبحانه وتعالى إن أكرمكم، ملي كنقول التفاضل شنو أكرمكم؟ أفعل من صيغ تفضيل، ياك مادام كاين المفاضلة إذا كاين واحد الأصل، كاين كرامة، لكن كاين أكرمكم، كاين كرامة. إن أكرمكم بمعنى كل البشر مكرمون كما قلنا، ولقد كرمنا بني آدم، اتفقنا؟ كل البشر مكرمون. شوف أنا دابا ما كندويش على الوطني، أنا أبني شخصيتكم، اتفقنا؟ أنا أبني شخصيتكم. وسبحان الله منذ وطأت رجلاي سلك التعليم إلا وأنني أجعل المناصفة بين بناء التلميذ، بناء شخصية التلميذ وبين تعليمه. أنا ما ينفعنيش أنا درجي 19 سيونس مات ولي مهندس وغشنا في شي حاجة وقتل عباد الله، ما يهمنيش أنا، لا يشرفني أن أكون أستاذا لهذا. الذي يشرفني أن أكون أنا 19، ماشي هادشي على حساب النقاط، أنه يجيب 19 إن شاء الله سيونس مات ولا فاش ما جابها وفاش ما دار، ولكن يكون إنسان ذو وفاء، ذو أخلاق، ذو هذا هو الذي أتشرفه. إذن قضية المستوى القيمي الثالث، وإن أكرامكم عند الله أتقاكم، قضية الكرامة للجميع، ولكن كلما ارتفعت التقوى، والتقوى تشمل المعنى العام الذي هو الإسلام، بمعنى أن لكن القيمة هذه اللي كنت تكلموا عليها هو ميزان التفاضل عند الله، عند الله، اتفقنا؟ ميزان التفاضل عند الله، أن هذا المسلم مثلا الذي يفعل الواجبات خير في حكمنا، ولكن ما عرفناش من المسلمين الذي يفعل المعاصي، لأن قضية التفضيل ما يمكنش الضبط، لأنك لا تعلم النوايا، اتفقنا؟ لكن نحكم بالظاهر، نقول إن إنسان يصلي ويصوم وكذا وكذا خير من إنسان لا يصلي ولا يصوم ولا كذا، بكل أريحية، وهذا له من الذنوب وهذا له من الحسنات، لكن قضية الكرامة تثبت للجميع، والقيمة والتفاضل عند الله عز وجل يحصل بدرجة التقوى، صافي؟ إذن هذا بالنسبة لي الحديث عن القيمة. قد يسأل سائل ويقول أستاذ راه كنحسو بحال كنقراو فاش التربية الإسلامية، هذه من الأشياء المهمة بزاف. عماذا كنا نتحدث الآن؟ عن القيمة، كنا نتحدث في هذه الحصة عن القيمة، وحين تحدثنا عن الارتباط بالله سبحانه وتعالى، فإن الارتباط بالله سبحانه وتعالى عند كانت كبير بزاف. سيرجعوا الكلام كانت هتلقوه تلوي بزاف على الخير الأسمى. شنو الخير الأسمى بالنسبة لي؟ هو الذي وضعه الإله في الكون، ومنه انطلقت كل الأخلاق. لكن تحايرات بعض الناس
حيدت هذا الكلام وجعلت الأشياء مفررة عن الحوار. ولذلك الحديث عن الفلسفة لا يقتصر على الإنسان ولا يحتكره إنسان، لأنه كلام بشري. اتفقنا؟ أي إنسان يفكر يعطي أدلة منطقية، يعطي حججة، فتلك فلسفة، فتلك فلسفة. ولذلك الإسلام ليست تربية إسلامية فقط، وإنما تربية جماعية وتربية سياسية وتربية اقتصادية وتربية وتربية. فليس الإسلام محصورا في المسجد أو شيء. عموما كي نراجع ما قلنا، القيمة الميزة التي تخص شخصا أو شيئا تجعله مرغوبا في اجتماعي. نشأ عندنا إشكال، هذا الشخص الذي تحدثنا عنه في مزؤة الوضع البشري، أهذا الشخص يمكن أن نشيئه فنجعله فنجعل قيمته مجرد وسيلة، أم نجعل الشخص لأنه ذات واعية حية له قيمة؟ وإذا كانت له هذه القيمة، فهل بعدها الفردي يجعلها قيمة، أو أنه لابد من بعد اجتماعي؟ عندنا فيلسوف قال إن الإنسان ما دام إنسان، ما دام شخص، فله قيمة مطلقة توجب احترامه وهو كامل. وعندنا آخران نقلا قيمته من كونه إنسانا إلى وجوب أن تظهر هذه القيمة في المجتمع. فواحد قال لنا وهو غوسلوف أن هذه القيمة يجب أن تتجلى في حياته مع الناس وتعاونه وتضامنه معه، والآخر قال لنا إنه لا يهمنا هذا بقدر ما يهمنا اندماجه في وسط قوانين مجتمعه والتزامه بأداء واجباته وهكذا. اتفقنا؟ فلما بالنسبة للقيمة كما قلنا كتركيب، يمكن أن نقول إن كل الفلاسفة أو إن كل هؤلاء الذين ذكرنا اتفقوا على أن الإنسان عنده قيمة، واختلفوا في تحديدها. اتفقنا؟ واختلفوا في تحديدها، والذي يترجح أن الإنسان ما دام إنسان فله قيمة. اتفقنا؟ فله قيمة. هذا بالنسبة للتركيز. لما تحدثوا عن هذا الشخص وجعلوا له أساسا هوية، وتحدثوا عن قيمته فجعلوها في أشياء في أنه إنسان، تحدثوا عن محور خطير من المحاور التي في الحقيقة شكلت إشكالات كبيرة على الكائن البشري، وهي هذا الشخص الذي أثبتنا هويته وذكرنا قيمته يفعل أشياء. هذه الأشياء التي تأسست وهذه الأشياء التي يفعلها والتي تعطيه قيمة والتي 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 والتي، هل هو مختار لها يختارها وأنه مضطر إليها؟ وهذا هو المحور الثالث من شخص بين الضرورة والاختيار، والذي سنرجعه إلى قادم إن شاء الله. هل من سؤال؟ هل من سؤال؟ كيف تحسوا براسكم على الدرس؟ مزيان؟ مضبوط؟ ونسأل الله التيسير والسداد والهداية إلى التربية الإسلامية ياك، والهداية إلى سبيل الرشاد. نسأل الله عز وجل يوفقكم في الامتحان الوطني، وأن تدركوا إن شاء الله من النقاط أرفعها، وأن تدركوا من المهام والمناصب التي ستكونون فيها إن شاء الله من الأوفياء أعلاها وأسمها. سبحان الله وبحمده، أشهد أن لا إله إلا الله، أستغفرك وأتوب إليك. Tu n'es qu'il s'est allé de la jeune.